الصينية قلت كل عندهم قافل كان طلبنا لديين بعد من حيث اللهم لعند من ورد من غني تستايف الله غني جرايف الله وعشفوني عشفوني أنا بزوق فيكم وما بغيت تعالج وطمعت دي ما بغيتوش عيف الله عشفوني وراني مشي ديوتي مشي ديوتي راكو كديوتي قبل وصلت 65 عام. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا في الدار البيضاء في القصة ديال با محمد. القصة ديال با محمد القمة في الغرابة. با محمد رجل متقدم في السن. دوز داكشي اللي قسم الله في الدنيا. إلا في الأواخر له صدمة العمر. تزوج في 80 يعني عنده تقريبا 40 سنة ديال الزواج في الأخير. يكتشف انه اربعه ديال الوليدات اللي مع الزوجه تيقول ماشي ديالي في الاخير، وهذه هي القمه في الغرابه في هذه القصه. هو حاليا مع الله عز وجل ساكن في واحد البيت ما عندوش اللي يجيب ليه حتى خبزه. تبعوا معايا با محمد. انت كتهضر معايا وباغي تبكي. لا اله الا الله. غادي تعاود ليا من 80 ملي تزوجتي عاد نوصلوا لهاد اربعه الوليدات اللي في الاخير لقيتو ماشي ولادك، كيفاش؟ هاد السيده كانت عندي فيها ثقه عميه، كنت كنتسلى ملي كتبقى في الدار وكنخرج انا هي راجل، وملي كتخرج كاع بحكم الخدمه ديالها وهذا كانت كنتخيلها راه راجل. اول درجه ملي كيكون كاع المنشور في في في, في الدار عمر كتخرج للزنقه كتلبس جلابيه يعني كدير لي شي حياء وشي هذا يعني ما عنديش فيها شعره ديال الشك. في الحين كنتفاجئ واحد الدري ماشي ديالي بعد ما كاين شي مشاكل وهذا وبعد ما خلات شي اثارات اتضح لي بلي هذاك السيد ماشي ديالي، وبعد ما درت واحد الشكايه وهربت تاكدت كان عندي غير شك، والشك ما كيبني عليه حتى شي واحد، يعني الشك حرام، وانا لدرجه مسلم بعد ما بديت كنشك فرقت معاه الفراش. هذه من جهه. الجهه الاخرى تبتت لي بعد ما بغيت نشكي بها وهربت تبتت لي هذاك الدري ماشي ديالي. واش هو واحد ولا بربعه؟ الافعال اللي داروا هاد الثلاثه البنات يعني كيدبروا لي على جوج، كيدبروا لي على المكائد اللي غنمشي فيهم للحبس، ولدرجه ملي يولي الولد كيدبر لباه الولد الا جاو عند باه وعطاوه 100 مليون وقالوا له قتل هاد الدري ما يقتلوش، مي هاد الدراري هادو الا عطاوهم غير مليون راه يقتلوني. الدراري ملي ولاو كيدبروا لي على المكائد ولاو كيتحاماو عليا ولاو كيضربوني بجوج، وحده امينه وحده فاطمه الزهراء، هادو جوج كيضربوني وعاونوا امهم على وساعدوا امهم على الضرب ديالي وداروا طريقه خاصه باش سلتوا على البوليس. واش فهمتيني؟ شحال واخا هما انا غنعطيك سؤال جواب باش الراي العام يستوعب معنا. نعم. هاد الوليدات شحال ديال الاولاد وشحال ديال البنات؟ جوج بنات وجوج ولاد ولا كيفاش؟ هما ثلاثه البنات ودري وولد. واخا امتى فرقتي معاهم؟ انت ما بقيتيش كتلاقى معاهم ما بقيتيش كتشوف الاولاد؟ تفرقت معاهم من 2011 حتى 2015 بعد ما كنت نعس في السبيطار. جاو لعندي هذه جهه، وبعد ما سترت على المشكل وحاولت لان الدراري كبروا الى اخره وما بغيتش نفضح الاسرار وما بغيتش هذا لان كاينين نساب وكاينين دراري وكاين هذا احترمت وطلبت منه واحد الطلب وقبلته ليا. طلبت منها يا اما تطلق راسها يا اما تجيب لي الموافقه لان كاينه واحد السيده اللي ساعدتني في المرض ديالي. قبلت. جات المفاجأة ديال الريبان ريبنا، جات لعندي قالت لي ودي راه اتفقت مع ولادك ريبوا لك يلاه سكن معنا إلى آخره. فعلا مشيت لعندهم لأن السيدة فرق معها الفراش والدراري كبار ما بغيتشهمش يحسوا وما بغيتش النساب يحسوا وما بغيتش حتى وليدات وليداتهم يحسوا. أنت ملي واجهتيها بهذا الشيء؟ نعم. جلستي أنت وياها؟ نعم. واجهتيها، أشنو هو الدليل القاطع اللي لقيتي ذاك الولد ماشي ولدك؟ هذا السؤال الأول. نعم. والسؤال الثاني أشنو هو باش جاوباتك هي؟ السؤال الأول كان عندي شك لأن كنسمع مع العائلات الأقارب ديالها غضبانين عليها وكيتقولوا فيها. أنا أش كنقول؟ ربما هاد السيدة حين دخلتني أنا لأن ربما كنت أنا واحد الإنسان متخلق وكاين عندي واحد الرزياق إلى آخره إلى آخره، كنقول ربما هذا حسد لأن الناس ما متفقفينش ما قارينش القرآن ما قارينش في المدرسة حتى محاربة الأمية ما قارينش فيها، ما نديش على كلام الناس والقانون ما كيعترف بالشك. قال لي ما كيعرفهاش القانون. واخا انت ملي شكيتي من هذه المعلومات اللي قدرتي تستقيها من العائله ومن الناس. نعم. واجهتيها في الموضوع باش جاوبتك هي؟ باش جاوبتني
الجواب ديالها ما كانش هذيك الساعه، الجواب باش اكدت باللي الدري راه ماشي ديالي بعد ما تمت واحد الشكايه وهي عرفتها وهربت وخبر ليها الاثار اللي حنا والشرطه قلبنا على هذا المشكل ما لقيناش. بعد ما نعست انا في السبيطار كنت مريض، جات لعندي عفيت على هذا المشكل نظرا لهذاك الشيء اللي قلت لك في الاول، طلبت منها طلب باش تطلق راسها ولا تعطيني الموافقه باش هذوك الدراري يبقاو بكرامتهم وهذوك الناس كل شيء يبقاو بكرامتهم. انا راه ما درتش هذا الشيء حتى بانوا لي البيبان ديالهم هما مشدوده. هما ملي واجهتي الاولاد كبروا واجهتيهم بهذا الشيء، شنو قالوا لك هما؟ الاولاد ما واجهتهمش انا بهذا الشيء، انا الاولاد ما البنات ما واجهتهم الا من خلال هذا بعض المنابر. لان علاش الاولاد ولاو البنات كيتعراو عليا كيديروا شي حوايج يعني سبحان الله العظيم، اقسم بالله الى ناس ما كيعرفوش الله تقريبا ما يديروش بداك الشيء اللي كيديروا قدامي هنا. وملي تحاموا عليا هنا وليت كنطلب لادين، لان معمر ولد بيولوجي ولد الصلب غيهز عينيه قدام باه. انا واحد لقيته عنده الماجستير كنناقشت معاه هذا الموضوع، قال لي انا با جوجته ومعاه امي، با قال لي انا جوجته ومعاه امي، با قال لي فوق كل شيء ولا سيما الله راه شرف الاب ووصى عليه في القران في عده ايات. وشحال واخا شحال المده اللي ما بقيتيش كتطلق لا معاه لا مع الاولاد؟ لا من قلت لك من 2011 حتى 2015 هذا فاش هربوا في المساله ديال الدري، فاش جبت الدري راه خافت من التحاليل وخافت من كذا الى اخره هربات لادات بالفرار. فين سكنتي ديك الساعه انت موراها؟ خويتي تما ولا شنو؟ لا بقيت في محالي لان انا شريف، انا طعنت في كتافي، انا ما عنديش العلم، انا ما عنديش العلم. دابا انت بقيتي في الدار، هما مشاو ولا باقي مجموعين؟ لا هربوا. يعني دابا ما كاين لا هي لا دراري؟ على عين قلت لك في 2005 هما جاو كراو هنا وانا قلبت هنا وما لقيتش. وهاد الدار اللي جينا عندك لا فين تلاقينا معاك ملي اتصلتي بينا انت كاري ذاك البيت؟ هذاك كاريه كيخلصوه غير بعض المحسنين، لا هذا كيتعاونوا معايا عليه لانه الدري قال عليا واحد الثلاجه شاريها ب 108000 ريال، الناس بغاو يشريوها من عندي باش نمشي نكري لان كنت كنبات في الزنقه والناس كيعاونوني بالماكله. وهاد الناس راه عندكم الحق حيدوا غير الميكرو وتسولوهم يعاودوا لكم كل شيء وناس في المستوى. بعد انا طبت ومريض وكنبات في الزنقه وكان برد القارس ديال العام الاول كل بس بس عليا، وبعد ما كندخل لعندهم وكنلقاهم كياكلوا وكيبداو يضحكوا عليا هافر كنطلب انا لديين. بعد ما خلوني وجردوني من الحوايج وكنبات في الدص بعد ما كياكلوا يا عباد الله وانا كنشوف بعيني وكيديروا ديك الماكله اللي كنت كندير لهم انا وكيبداو يضحكوا بعضياتهم. انا غادي نحاول انا وياك وكنشكرك. نعم. غنحاول انا وياك باش باقي عندي السؤال اللي هو جوهري. تفضل. يعني طول عمرك اشنا هو الجواب ديالها هي ملي قلتي لها بانه عرفتي الحقيقه ديال الولد ماشي ولدك؟ ما تشك في ثلاثه الاخرين، اشنا هو الدليل اللي عطاتك هي بانه هذاك راه ابن ديالك؟ صافي هذاك تبات الدليل وهو ملي وافقت على الطلاق ووافقت على الموافقه ووافقت على واحد المجموعه ديال راه صافي هذاك راه دليل. بعد ما هربت من 2011 حتى 2015 عاد بانت اويلي، راه هذا دليل مقنع. السؤال الثاني اللي عندي معك هو غادي نمشي لحاجه ونعاود نرجع معك. نعم. انت دابا كتعيش في هذاك البيت بوحدك. نعم. كيفاش كتعيش؟ شكون كينفق عليك؟ شكون كيساعدك؟ واه اش غنقول لك كرامتي انا راه ما ها هما وراه الناس من هذا المنبر راه ما عمري ما مات لدرجه بعض الخطرات كندير الماء في القرعه والسكر لان وليت كنعوان وليت كنعوان وليت كنعوان ولا ودي كيعوان رجليا كيعوان في الليل كنبغي نطيس مع بقراج ديال اتاي كنطيح وسط البيت شفتو الحاله كنسبن راسي ما كنقدرش نمط يديا فيا ما نمشيش قهوه قهوه وحده لي ثلاث ايام ما كلش النعمه. كنت في الوازيج في العيد الكبير ما كنعرف شويه الناس كذا مشيت هربت لواحد الخلا قهوه وحده كدير ديك لي صالات ممتازه وكان كيعجبني هذا الشيء. درت لهذاك السيد بحال كذا قلت له بحال هكا قال لي تفضل بركش مهما شافني هزيت الفورشيط وكيفاش كناكل قرب لحدايا قال لي الشريف انت حالك ما كيعجبش انت ماشي دير هذا الشيء. بديت كنبكي واش قال لي بلا ما تعاود ليا
كل نهار جيت ديال مسألة ديالك، ولكن أنا خطرة واحدة مشيت عنده ما بقيتش مشيت لعنده. هي حاليا دابا اختفات ما لقيتيهاش؟ لا. اللي درتي الشكاية؟ لا ما اختفت، تتم الاعتداء عليا، حتى طلبت منه باش يعطوني حوايجي، وناضت البنت والبنت الأخرى كيكاليوني وهي كتدخل ليا. لقيت اللي كنبغي نمشي ليها أنا كيشدوني، لقيت اللي ضربوني عيطت على واحد السيد، عيطت على البوليس. ملي عيط على البوليس وعرفوا راسهم راه داروا مصيبه، داروا واحد الحيله، داروا وحده سخفات وعيطوا لابيناس وخرجوا وسلتوا على البوليس. انا مالي فيها ما نشدهم ديك الساعه، ولكن اشنا هو المشكل؟ خفت ربما ما يكونش هذيك الدريه دايره هذا العاني، تكون داك الشيء مريضه بالمعقول، وجات هي ما كانت مريضه، خفت اما ديك الساعه نشدها، ولكن قلت مو ربما يشهدوا فيها دون عرقلها وتكون هي مريضه بالمعقول ونولي انا داير مشكل، انا باغي نتنصف من مشكل تنولي ندير مشكل، خليتهم مشاو. يعني حاليا انت اللي فهمت انه الولد قلتي عندك فيه اليقين؟ نعم. ولكن الثلاثه الاخرين موضوع النقاش. موضوع النقاش الجوج الاخرين ملي تحاموا عليا قلت لك وباقي كنكررها لك، وملي اللي هي دارت لي مكيده دبرت على جداها وعلى خالها لانهم سطي شي شويه كان كيدير داك الشيء ديال المخدرات في الطاليان وهادي، قالت له راه الا ضربتي انت مسطي مرفوعه عليك العقوبه. ومادا جابت جداها وتسرحت لي، كيف تسرحت جداها؟ كيف جات لابيناس؟ يعني باقا جداها ما تسرحتش مع عيطين هما لابيناس على اين؟ والولاد ديال الصلب راه غير ممكن وما يتقبلهاش الضمير باش يبنيو الابوين ديالهم اللي تمحنوا عليهم وخدموا عليهم بالليل، خونوا عليهم، داروا عليهم مجموعه ديال الحوايج باش يكبروهم يديروا لهم هاد المكايد. انا كبرتكم نفخت لكم ركابكم وقفتوا وتزوجتوا ودرتوا ولاد وجبتوا لي ثلاث سنين هذا ولحتوا لي، حرام بغيت اي واحد فيهم يتكى عليا ويقول لي شوف هذيك راه جهنم وانا راه قلبي معاك، واخا ما يصب لي ما يدير لي والو يقول لي غير قلبي معاك نفرح. لكن المشكل الكبير وهو انني بحال انا اللي ولدت هذوك الحراميين وهي مرا صالحه، كل شيء تعادى معايا، لا نساب لا هما لا ولاد لا بعض الاقارب ديالهم، وكانني قدرت انا نتحاسب لا الدين ونتبتوا هذا الشيء. وعند القضاء انا غادي نرفع مذكره الحق سمعناه، والقضاء كاع ما يشدهم كاع، ما بغيتهمش يتشدوا، انا بغيت نعرف هذوك الدراري واش ولاد خويا ولاد صاحبي ولاد جاري ولا واحد ولاد واحد الانسان كدير فيه الخير. واولاد بن عيبات الله، واولاد بن غادي تستا عيبات الله، غادي نجعل عيبات الله، وغنشفوني غنشفوني انا مزوج فيكم وما بغيت حتى حاجه، وطموح الدنيا ما بغيتوش عيبات الله، والله انا عايش بقدرة السميع العليم الناس، غنشفوني وراني ماشي ديوتي، راكوك ديوتي وصلت 65 عام، صافي انا غادي يصبر لي، ما كاين اللي غايدير لي والو، صبر انا ما فرقعش هاد القنبله. صافي انا غادي ندوي نيابه عنك مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا بو محمد متضرر بشكل كبير ومتاثر بالشق النفسي، لانه 40 سنه ديال الزواج ليست بالامر الهين، هذه المساله الاولى. ثانيا الوضع ديالنا اننا كننقلوا الخبر والقصه بصدق وبامانه كما يروي هو بطبيعه الحال، ولكن ليس من حقنا ان نصدر احكاما في الموضوع، وهذا شق يخص القضاء. مشاهدينا الكرام، بو محمد هو وضع الشكايه في الموضوع وحنا على تتبع الملف ديالو، وسوف نوافيكم دائما بالجديد. هذا الشق الاول، الشق الانساني، انا معك بو محمد، الشق الانساني اننا غنوضعوا رقم الهاتف ديالو، لانه عند الله عز وجل ما تيشوف فيه حتى شي واحد. تنطلب الله سبحانه وتعالى وجل المغاربه اننا نضافروا الجهود بيننا ونساعدوه وفق المستطاع.